شو بتقول الأفلاك لمواليد برج الجوزاء بالأسبوع الأخير من شهر آذار مارس 2022؟ عزيزي بتعود صداقة بأول آخر الأسبوع، يعني بين الاثنين 21 والثلاثة 22 بيكون إلى وقع على سير أمورك، وبتحدث بهالأوقات أمور مليئة بالشغف وعلاقات شخصية ونشاطات اجتماعية بتأثر على خياراتك وأعمالك. بس الفلك بحذرك من أجواء يومين هن الأربعاء والخميس، يعني الأربعاء 23 والخميس 24، لأن بتخف حيويتك أو يمكن بعض الأمور يلي كنت مقدرة بطريقة معينة بتجي خاطئة أو بتكون فاشلة. بتتحمس لعلاقة غريبة بعض الشيء وغير اعتيادية ربما بين الجمعة والأحد، وحسن إدراكك السريع بيخليك تتجاوز أخطاء يمكن ارتكبتها بها العلاقة أو بشي سابق وتنتصر على بعض المنافسين. راهن على يومين هن التنين 28 والتلاتة 29، لأن الأفلاك بتكون إيجابية جدا معك وبتساعدك العلاقات على تفعيل بعض الأعمال. بس إياك من التنمر والتمرد بين الأربعاء والخميس آخر يومين بالشهر، يعني بين الأربعاء 30 والخميس 31، لأنه هاليومين بينظروا ببعض التراجع ويمكن تشهد على جمود بحياتك الشخصية أو يطرأ تغيير بيطرق لقلب صفحة واتخاذ إجراءات مغيرة.